سالم محمد رئيس مجلس إدارة شركة الوطنية للمولات. سيادتك مشرفنا في البهو الرئيسي المركز العلمي البيطري للأبحاث والتدريب بمدينة السادات. تم إنشاء هذا المركز أفندم على مسطح 4000 متر مربع ويشتمل على 29 معمل متخصص، بالإضافة إلى غرف جراحة وأشعة وتشريح للحيوان، قاعات دراسية، مكاتب إدارية، قاعة مؤتمرات رئاسية سعة 320 فرد. المركز مزود أفندم بمنظومة تعقيم مركزية. المركز أفندم ملحق به مزرعة بحثية على مسطح 4 فدان. تم إنشاء المجمع المتكامل لإنتاج الحيوان والألبان بمدينة السادات على مسطح 1000 فدان، ويشتمل على 5 مزرعة حلاب تقي كل منها 1000 راس حلاب، وتشتمل كل منها على حظائر للأبقار الحلاب، حظائر للنتاج، مستشفى بيطري، مستشفى للولادة، محلب تقي 48 نقطة حلب، مباني إدارية، محطة معالجة ثلاثية للصرف الصناعي تقي 100 متر مكعب على اليوم. مزرعة تسمين تقي 3000 راس تسمين، وتشتمل على حظائر للأبقار، مستشفى بيطري، مباني إدارية. تم استغلال أفندم المساحات البينية للمزارع لزراعة 350 فدان، 150 فدان زراعات مثمرة، بالإضافة إلى 200 فدان زراعات علفية للحيوان. تم إنشاء للمجمع منطقة إدارية رئيسية. لتأمين المجمع أفندم الأعلاف، تم إنشاء عدد 2 مصنع إنتاج أعلاف تقي كل منها 10 طن على الساعة بساحة تخزينية 500 طن. لتأمين المجمع بالكهرباء، تم إنشاء موزع قدرة 11 ميجا وات، بالإضافة إلى 8 مولد احتياطي كهرباء قدرات مختلفة. لتأمين المجمع أفندم بالمياه، تم إنشاء خزانات مياه طاقة 16000 متر مكعب، ودي تكفي أفندم لتأمين المجمع بالمياه لمدة 6 أيام، بالإضافة إلى إنشاء 2 محطة معالجة ثلاثية لصرف أدمي طاقة كل منها 100 متر مكعب على اليوم. تم تنفيذ للمجمع أفندم منظومة التأمين الإطفائي بالكامل، بالإضافة إلى إنشاء سور بطول 8 كيلو متر، كما تم تنفيذ منظومة المراقبة بالكاميرات بإجمالي 128 كاميرا. تم تنفيذ هذا المجمع أفندم بإمكانات 20 شركة وطنية بحجب إعمال يومي 1000 عامل وفني ومهندس. أي أمر أفندم؟ المركز العلمي للتدريب والأبحاث. تم التخطيط يا فندم لإنشاء هذا المركز لعدة أهداف ومحاور. المحور الأول المساهمة في تنمية الثروة الحيوانية عن طريق الخلط الممنهج والمدروس بين السلالات المحلية والسلالات الأجنبية بهدف زيادة إنتاجها واستمرار تحملها للبيئة المصرية. المحور الثاني المساهمة في حماية الثروة الحيوانية عن طريق التقصي الوبائي للأمراض المعدية في حيوانات المزرعة وعند صغار المربين. المحور الثالث بيان مدى مطابقة الأدوية البيطرية والأعلاف والأغذية والمياه للمواصفات القياسية المصرية وكذلك الدولية. المحور الرابع مهمة تدريبية بغرض تدريب الكوادر الفنية وطلبة الجامعات المصرية. كل ده يا فندم بيتم عن طريق 29 معمل بحثي متخصص موزعين على عدد 4 أجنحة. 3 أجنحة في الدور الأرضي اللي سيادتك مشرفنا فيه، والجناح الرابع بالدور العلوي، وهم على التوالي جناح البيولوجيا الجزيئية والتحسين الوراثي، جناح حيوانات التجارب والجراحة، جناح الميكروبات المصنفة، جناح البحوث الكيميائية والدوائية. تم تزويد المركز الأرضي أيضا يا فندم تماشيا مع متطلبات المواصفات الدولية والاعتماد بمنظومة لتعقيم الهواء ومنظومة لتعقيم الصرف. الحقيقة يا فندم برضو الجناح الإداري تم تزويده بوسائل تدريبية لتدريب الطلاب، قاعة رئيسية 320 متدرب، قاعات دراسية 3 قاعات دراسية، مكتبة علمية مزودة بالإنترنت تتيح للباحثين. تم يا فندم الانتهاء من تجارب التشغيل التجريبي، وسيتم التشغيل الفعلي بعد الانتهاء من إجراءات التعقيم. نستأذن سيادتك في تفقد أحد الأجنحة، تفضل يا فندم.
على الفيلم دون سيادتك واضح اجراءات تسليم العينه اللي بتتم في المنطقه غير العقيمه اللي خلف الابواب ده سيادتك. فده الفيلم ده بيوضح طرق تسليم العينه، بيبتدي التعامل مع استقبال العينات هنا يا فندم في المعمل ده، وتبتدي توزع بقيه العينات. بعد كده يا فندم الجناح ده جناح التحسين الوراثي الخاص بتحسين السلالات، اهم ما عاملين فيه استخلاص الحامض النووي والبيولوجيا الجزيئيه والجينوم. نستاذن سيادتك في تفقد مختبر استخلاص الحامض النووي. اتفضل يا فندم. تمام يا فندم. دكتوره خلود غنيم المسؤوله عن معمل استخلاص الحمض النووي. احنا هنا في المعمل يا فندم بنستقبل العينه سواء كانت نسيجيه او ميكروبيه، بحيث يتم استخلاص الحمض النووي من العينه عن طريق احد تقنيات تثبيط المواد سواء كانت فيزيائيه او انزيميه او كيميائيه. بعد ذلك يا فندم بتتم عمليه تنقيه الحمض النووي من البروتينات والحطام الخلوي الناتج عن عمليه الفصل. واخيرا يا فندم بنقوم بعمليه تحديد درجه نقاء وتركيز الحمض النووي اللي حصلنا عليه عن طريق استخدام جهاز يا فندم قياس تركيز الحمض النووي، بحيث يتم ارسال العينه اللي حصلنا عليها للمعمل المختص اللي موجود في المركز لاجراء الابحاث العلميه المطلوبه عليه سواء كانت تحسين وراثي او تشخيصي. طبعا يا فندم العمليه دي بتتم عن طريق احدث الاجهزه علاوه على الاجهزه المعاونه اهم جهاز وهو جهاز استخلاص الحامض النووي الاوتوماتيكي. الجهاز ده يا فندم بيقدر يستوعب 96 عينه في نفس الوقت، فنقدر نوفر وقت وجهد اكتر. اي امر يا فندم. ربنا يخليك. تمام يا فندم. دكتورة تهاني شوقي مسؤولة معمل البيولوجيا الجزيئية والجينوم. الهدف من المعمل يا فندم انه بيمكننا من التتبع الوبائي الجزيئي للمسببات المرضية. بنقدر نحدد أصالة السلالات الحيوانية ونحدد وجود جينات مهمة لصفات معينة زي إنتاج اللبن وإنتاج اللحم ومقاومة الأمراض. كمان يا فندم بنقدر نعمل نسخ لعدد كبير من الجينات الخاصة بالعملية الإنتاجية والخصوبة. لذلك يا فندم تم تصميم المعمل وتجهيزه بأحدث أجهزة الكشف والتقصي الكمي عن الحمض النووي بنوعيه وأجهزة تحليل التتابع الجيني لمعرفة الطفرات. ده بيتم من خلال احدث الاجهزه زي جهاز المايكرو اري سكانر. من خلال المايكرو اري يا فندم بنقدر نعمل كشف عن الالاف من الجينات في نفس الوقت، فبالتالي بحصل على معلومات وفيره جدا من خلال تجربه واحده. كمان بنقدر نفحص الطفرات ونفحص البروتينات. قبل كده يا فندم كنا بنضطر نرسل معظم العينات خارج مصر للفحص، وده طبعا كان بيكلف تكلفه عاليه جدا. دلوقتي احنا بقى عندنا نفس التقنيه، فنقدر نقوم بالفحص بنفس الكفاءه والجوده بالاضافه لباقي الاجهزه المساعده في المعمل. اي اوامر يا فندم. شكرا. ما يعرفوش عايزة عمال في المصانع ما يناموش، عايزة لما التاني يبني تشوف 90 مليون بيبني، عايزة الكل يشيل جميلها ما ينساهوش. عارفين مصر عايزة عايزة منا فعل مش عايزة كلام، كل ما هنخاف عليها. بيطري جامعة مدينة السادات واستشاري الشركة. سيادتك مشرفنا في جناح الجراحة. الجناح يا فندم بيتكون من 3 قاعات رئيسية، الغرفة الأول اللي احنا موجودين فيها مع سيادتك غرفة العمليات ومجهزة بأحدث الأجهزة من ترابيزة عمليات للحيوانات الكبيرة، ترابيزة عمليات للحيوانات الصغيرة، جهاز تخدير وجهاز مناظير، بالإضافة لعدد من الأجهزة الأخرى التي تستخدم في الجراحة. بيخدم الغرفة دي يا فندم عشان تقوم بوظيفتها عدد من الغرف الملحقة زي غرفة وحدة تغيير الملابس وغرفة التعقيم وغرفة تحضير وتجهيز الأدوات الجراحية. الغرفة الثانية يا فندم اللي موجودة في الجناح هي غرفة الأشعة، وحدة الأشعة التشخيصية، وهي مجهزة بأحدث أجهزة الأشعة التشخيصية من أجهزة أشعة سينية ثابتة ومتحركة وأجهزة سونار. الغرفة الثالثة يا فندم اللي في الجناح هي وحدة التشريح التشخيصي، وبيتم فيها إجراء الصفة التشريحية للحيوانات النافقة لتحديد سبب الوفاة. والجناح يا فندم بكامل خدمات بكامل تجهيزاته مستعد لتقديم كل الخدمات للمجتمع المدني. طبعا في أهداف يا فندم للوحدة، الوحدة دي ليها هدف أساسي بحثي
وإجراء البحوث التجريبية على الحيوانات التجارب. هدف تاني علاجي وهو علاج الحيوانات اللي تحتاج لتدخل جراحي. الهدف الثالث هدف تدريبي حيث يتم تدريب الأطباء البيطريين والطلاب الجامعات المصرية على إجراء العمليات الجراحية من خلال بروتوكولات التعاون الموقعة بين الشركة الوطنية والجامعات المصرية. وهدف تشخيصي بتقوم به وحدة التشخيص التشريحي ووحدة الأشعة. وزي ما قلت سيادتك كل الوحدة مستعدة لتقديم خدماتها للمجتمع المدني. وأي أوامر يا فندم؟ غرفة عمليات واحدة. العفو يا فندم، شرفت. وحسب كل خطوه عارفه هي رايحه فين، بتبتسم بفرحه للقريب وللبعيد، وبتشاور لبكره ادخلوها امنين. تحيا مصر تحيا وعيونها تملى.